التاسعة من قناة الدنيا مساء الخير. بسطت وحدات عسكرية سيطرتها الكاملة على بلدة جلبون ومرتفعاتها بالكامل في ريف دمشق، كما أحكمت وحدات عسكرية السيطرة على بلدة البحدلية قرب السيدة زينب وقضت على عدد كبير من الإرهابيين، منهم من ينتمون إلى جنسيات غير سورية. نحن الآن في منطقة البحدلية قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، بعدما قامت وحدات التقدم في الجيش العربي السوري بإعادة السيطرة على هذه المنطقة والتي كانت تعد معقلا هاما لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. خصوصية هذه المنطقة تنبع من كونها تعتبر نقطة وصل أساسية بين الغوطة الشرقية والغربية. حاول الإرهابيين في مرات عديدة السيطرة على هذه وقطع طريق المطار ووصل الغوطة الغربية بالشرقية، ولكن بعزيمة رجال جيشنا الباسل تم تنفيذ هذه المهمة التي أوكلت إلينا خلال زمن قصير قياسا بحجم المقاومة التي كانت موجودة هون في هذه المنطقة، وتم السيطرة على منطقة البحدلية خلال يومين من القتال. منطقة البحدلية والتي حضرت لها عصابات الإجرام حشدا مسلحا كبيرا جدا لمواجهة وحدات الجيش العربي السوري، وبعدما قاموا بتهجير سكانها خلت المنازل وأصبحت معاقلا يتمركز بها الإرهاب، إرهابيي البحدلية مما يسمى كتائب أبابيل حوران. وشهداء الجولان لم يصمدوا أمام ضربات نارية لوحدات المباغتة في الجيش العربي السوري. قمنا بالدخول إلى منطقة البحدلية من ليلة أمس، قمنا بدحن المسلحين وطردهم وقتلهم وتدمير عتادهم بكل السبل والإمكانيات، حتى في مناطق تركوا سلاحهم وهربوا أثناء دخول قوات مسلحة إلى المنطقة. بقينا بالتقدم إلى منطقة حدود منطقة الديابية ونظفنا المنطقة من المسلحين. عملية تطهير المنطقة من الإرهابيين لم تأخذ وقتا طويلا، وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على تقهقر العصابات المسلحة، وذلك بسبب ضربات الجيش العربي السوري التي تكبدهم خسائر فادحة، بالإضافة إلى الخلافات الكبيرة وحوادث الاقتتال التي كانت تحدث بين عناصر الإرهاب في المنطقة وما حولها بسبب خلافات أغلبها بشأن الغنائم. تم بعون الله الدخول إلى قرية ومنطقة البحدلية من أكثر من محور، وتم القضاء على عدد كبير من المسلحين بفضل الله بفضل قواتنا الباسلة، وتم دحرهم إلى مناطق متعددة، إلى الديابية والحسينية وإلى مناطق بعد من هيك. إن شاء الله وبإذن الله نحن منوعد كل شعبنا وكل أخوتنا بأنه بإذن الله وين ما راحوا رح نلاحق فلولهم. سيطرة الجيش العربي السوري على هذه المنطقة يفصل غوطة ريف دمشق الغربية عن شرقها ويقطع الإمداد عن مسلحي العديد من المناطق المحيطة، والعمليات مستمرة لتطهير بلدات المنطقة بأكملها. نصر جديد لوحدات الجيش العربي السوري بعدما أعلنت السيطرة على بلدة البحدلية قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. هذا النصر يأتي ضمن العملية العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش العربي السوري لبسط السيطرة على المنطقة المحيطة في السيدة زينب، منطقة الجنوب وحتى الجنوب الشرقي، من بلدة السيدة زينب إلى البحدلية ومن البحدلية إلى الذيابية ومنها إلى الحسينية. من البحدلية في ريف دمشق لأخبار تلفزيون الدنيا، حيدر مصطفى. وفي مدينة حمص تصدت قواتنا المسلحة الباسلة لمحاولة هجوم قامت بها مجموعات إرهابية مسلحة على حي جورة الشياح، وتمكنت من القضاء على أعداد كبيرة منهم ومصادرة أسلحتهم وأدواتهم الإجرامية وعدد كبير من العبوات الناسفة كانت بحوزتهم. نحن الآن في منطقة جورة الشياح. ليلة أمس كان هناك محاولة من المجموعات الإرهابية المسلحة الدخول إلى هذه المنطقة وإعادة السيطرة على بعض الأبنية الموجودة هنا. أبطال الجيش العربي السوري علموا بهذا الأمر، تركوا المجموعات الإرهابية المسلحة تدخل قليلا، نصبوا لها عدد كبير من الكمائن أدى إلى قتل عشرات المسلحين. المعلومات الخاصة بنا من هؤلاء المسلحين القتلى عدد كبير من جنسيات غير سورية، من بينهم جنسيات تركية، أعلام تركية موجودة أيضا، بالإضافة إلى مصادرة عدد كبير من العبوات الناسفة. سوف نرصد لكم الآن بصوتي والصورة لنعلم ماذا حصل ليلة أمس.
قام المسلحون بمحاولة لاقتحام جورة الشياح ومن عدة محاور. المحور الأول السنتر قيادة الشرطة، المحور الثاني مجمع الوليد، المحور الثالث بناء الأوقاف وجامع جورة الشياح، المحور الأخير مشفى الأمل، بهدف خرق الطوق واحتلال والسيطرة على قيادة الشرطة وكذلك السيطرة على السنتر، باعتبار السنتر بناء عالي مؤلف من 13 طابق بإمكانه السيطرة عليه، الرمي من كافة الجهات، وكذلك فك الطوق عن القوات الموجودة عن المسلحين الموجودين في حمص القديمة. وقع انفجار صباح اليوم بمنطقة البصة في أطراف مدينة اللاذقية أدى إلى تصاعد الدخان لفترة قصيرة في موقع التفجير، وذكر مصدر مسؤول لمراسلنا أن الانفجار الذي حصل في إحدى وحدات الهندسة العسكرية ناجم عن خطأ فني وأسفر عن وقوع 6 جرحى إصاباتهم طفيفة. إلى ذلك ضبطت الجهات المختصة مستودعا للأسلحة في حي الميدان ببانياس في ريف طرطوس وعدة أنفاق سرية كان الإرهابيون يحضرونها لتنفيذ عمليات إرهابية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. هنا كان جحرهم، الإرهابيون خبأوا الموت والتآمر بين البيوت الآمنة، اختاروا سكينة الأحياء ومدوا أنفاقهم ليخترقوا حرمات المنازل في حي الميدان في مدينة بانياس. عثرت الجهات المختصة على مستودع للأسلحة كان عبارة عن أنفاق داخل المنازل بالحي المذكور محفورة بطريقة سرية جدا وداخل المستودع وما فيه من أسلحة رشاشة وقناصات وقنابل وحشوات ومواد مخدرة ووثائق وبطاقات شخصية وجوازات سفر بحرية كلها مزورة. يشير إلى مصدر هذه الأسلحة ومن ورائها يبدو أن قطر أكبر المتورطين بشعارات وبشهادات مختومة. هذه مجموعة من الوثائق المزورة يستخدمها الإرهابيين في تنقلاتهم من مكان إلى آخر، ومجموعة من جوازات السفر المزورة وأختام مزورة مع عملة ورقية. داخل المستودع عثر أيضا على مشفى ميداني وأدوية متنوعة وذخيرة وعملات عربية وأجنبية وأشرطة سي دي مشروح عليها كيفية تصنيع العبوات الناسفة، إضافة لأجهزة لابتوب محمل عليها العمليات الإرهابية التي نفذها المسلحون ومخططات لبانياس والبيضاء وأختام للتزوير يستخدمها الإرهابيون من أجل تنقلاتهم. كما عثرت الجهات المختصة على 9 أنفاق وكهوف حفرت بطريقة فنية وسرية للهروب والقنص والاختباء، وهذه الأنفاق تتشابك مع المنازل بطريقة سرية تحت المنازل بحي الميدان. تم العثور على في هذا البناء على حوالي 9 أنفاق يتنقل فيها الإرهابيين من شقة إلى شقة، وتم الحصول على مخابئ سرية لتخبئة الذخيرة وتخبئة المواد الطبية والأغذية الخاصة بهم. الإرهابيون وأدواتهم الإجرامية يسقطون يوميا في قبضة الجيش العربي السوري والجهات المختصة، أما العبرة فهي لمن يعتبر. في إدلب وعلى طريق إدلب باب الهوى اعتدت مجموعة إرهابية مسلحة على سيرفيس للمواطنين ما أدى إلى استشهاد السائق وإصابة الركاب بجروح، وعلى الفور قام الجيش العربي السوري بالاشتباك مع المجموعة الإرهابية ودحرها. أوتستراد إدلب باب الهوى يرتاده المواطنون مسلمين أمرهم لله مستسلمين لقدره، فيد الإرهاب تعيث فسادا وتستهدف المدنيين الآمنين. مجموعة إرهابية مسلحة اعتدت على سيرفيس نقل ركاب على هذا الطريق وبالقرب من قرية كفرية ما أدى إلى استشهاد السائق ووقوع عدد من الإصابات بصفوف الركاب. بالتعاون مع الأهالي وعلى الفور قام الجيش العربي السوري بالتصدي للإرهابيين والاشتباك معهم متمكنين من إعادة تأمين الطريق. كما قامت الجهات المختصة بتفكيك 3 عبوات ناسفة زرعتها المجموعات الإرهابية على جانبي الطريق. إفلاس الإرهاب واندحاره من خلال الانتصارات التي يسطرها الجيش العربي السوري على الأرض
جعل هذه المجموعات المسلحة تستبيح كل شيء، لكن همة رجال الجيش ومن ورائه شعب أبي سيقطع كل يد تمتد لتعيث فسادا وقتلا وخرابا في هذا الوطن. وبالعودة للريف الحمصي، فقد تمكن رجال الجيش العربي السوري من العثور على عبوتين ناسفتين في طريق حمص التيفور على طريق المطار العسكري، إحداها معدة للتفجير عن بعد. وفي إحدى المزارع في ريف تدمر تم العثور على عربة رومانية تمت سرقتها من المناطق الأثرية في تدمر. مرة جديدة يحقق الجيش العربي السوري انتصارات جديدة في مناطق أخرى، فكما في ريف حمص الغربي كذلك في منطقة البادية، حيث نفذت وحدات الجيش العربي السوري في مدينة تدمر عدة عمليات تطهيرية لبعض المناطق والأحياء في المدينة. بدأت العملية بمداهمة عدد من المزارع والأماكن التي اتخذها المسلحون كنقاط تمركز وإقامة، حيث تم العثور خلال التفتيش على عدد كبير من العبوات الناسفة تتراوح أوزانها بين 30 إلى 40 كيلوغرام من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى كميات من المواد الطبية والمعدات القتالية. وفي إحدى المزارع في ريف تدمر تم العثور على عربة رومانية تمت سرقتها من المناطق الأثرية في تدمر. وفي الساعات الأخيرة تمكنت وحدات من الجيش من تدمير 8 آليات وقتل 12 مسلحا وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وذلك في اشتباك تم بعد أن حاولت مجموعة إرهابية مسلحة الهجوم على الحقول النفطية في منطقة الطيبة في الريف الشرقي لمدينة تدمر. هي انتصارات جديدة تضاف إلى جملة الانتصارات التي تتحقق على كامل مساحة أرض سوريا على أيدي رجال الجيش العربي السوري. لأخبار قناة الدنيا، أحمد العاقل، مدينة تدمر. انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان ضد الإرهاب أجبرت الغرب على تغيير مواقفه من الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بتسليح المجموعات الإرهابية، حيث تعالت أصواتها داعية للحوار ومؤكدة أن لا بديل عن التسوية السياسية لحل الأزمة. موسكو أكدت بلسان بوتين أن روسيا ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على منظومة الردع الاستراتيجي في العالم، وأنها مستمرة بتوريد السلاح إلى سوريا على أساس قانوني. أما أوباما فقال من برلين إن واشنطن مصرة على تسوية سياسية للأزمة في سوريا، وأن دول الثماني تريد أن ترى سوريا موحدة وديمقراطية وتنعم بالسلام، وأن الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المشاركة في حرب في سوريا ليس دقيقا، وأن ما يريده المجتمع الدولي هو وضع حد للحرب في سوريا. مراوغة أمريكية تعلو وتنخفض، مرة تجاهر بتسليح المجموعات الإرهابية وتارة تريد سوريا موحدة. إذن أمريكا تتخبط بفضل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب، ما جعل موقف الدول الغربية الداعم للحركات الإرهابية في سوريا يتغير. جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين التأكيد على السعي إلى تسوية الأزمة السورية سياسيا، مؤكدا أن ما يريده هو إنهاء الحرب. نحن نرغب في رؤية سوريا موحدة وديمقراطية تعيش بسلام، والآن نحن نرغب في أن نرى نهاية لإراقة الدماء. من جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها لن تسلح المعارضة السورية. إن موقف ألمانيا واضح، ولن نسلح المعارضة السورية، ونعمل مع من يريد الخير لسوريا. بالمقابل، وبعد أن جاهرت أمريكا بتسليح المجموعات الإرهابية في سوريا، وجهت الخارجية الروسية دعوة لشركائها الغربيين بضرورة إرغام المعارضة السورية على الانخراط في مفاوضات السلام، خاصة بعد أن أعلنت دمشق رسميا موافقتها على المشاركة في مؤتمر جنيف 2. إن الكرة في ملعب شركائنا، ونحن نتوقع منهم أن يعملوا بنشاط مع المعارضة من أجل إرغامهم على القبول بالمفاوضات، لكننا لا ننوي إرغام الحكومة السورية على الانخراط في أي مفاوضات،
إذا كانت نتائج هذا الحوار محددة مسبقاً. لكن المعارضة لا تبدي جدية في حضور مؤتمر جنيف 2، بل على العكس من ذلك كما قال جاتيلوف. إن المعارضة السورية لم تعلن من جانبها عن مشاركتها في المؤتمر الدولي حتى الآن، على العكس نسمع منهم أنهم لن يذهبوا إلى المؤتمر قبل استلامهم أسلحة وتحقيقهم تفوقاً عسكرياً، كما لا توجد هناك أي معلومات عن القاعدة التي سيعتمدون عليها خلال عملية التفاوض. كما جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بكين على الحل السياسي للأزمة في سوريا. وبينما الجميع يتطلع إلى مؤتمر جنيف 2 مترقباً ما سيفرزه من حلول للأزمة في سوريا، أو ما سيرسمه من نظام عالمي جديد كما يرى المراقبون. وسط هذا الترقب تعلو أصوات عربية ومثلها أوروبية داعية للحوار. هذا ما أكده وزير الخارجية الجزائري مراد ميدلسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو. مهما كان فإن لغة العنف سلبية، ولا يوجد حاليا أصوات أخرى غير بدء الحوار. من جهته أعرب وزير الخارجية الإسباني عن أمله في أن يصل المؤتمر الدولي المزمع عقده حول سوريا إلى حل سياسي وإلى حوار بين السوريين من أجل وضع حد لأعمال العنف التي تشهدها سوريا. وبالرغم من كل تلك المواقف ما بين مد وجزر وأخذ ورد، يستمر السوريون في معركتهم ضد الإرهاب حتى اقتلاعه نهائيا من أرضهم، وما يجري على الأرض هو الحكم. هذا وكانت مجموعة الثماني أعربت في ختام قمتها في إيرلندا الشمالية عن قلقها الشديد من الخطر المتنامي للإرهاب والتطرف في سوريا. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن قادة مجموعة الثماني أعربوا في البيان الختامي عن تأييدهم الشديد للدعوة لعقد مؤتمر في جنيف لحل الأزمة في سوريا بأقرب وقت ممكن. لأول مرة يتغلب موقف الأقلية على الأكثرية إنجاز التعبير، فتكون إرادة روسيا هي الأقوى، وهو ما ظهر في تفاصيل البيان الختامي لقمة الثمانية الكبار بعد يومين من المناقشات الحادة والاختلافات الواضحة حول الأزمة في سوريا. روسيا الاتحادية وقفت بحزم بوجه أعتى 7 قوى اقتصادية في العالم، ولم تتراجع أمام مؤاولات الضغط لتمرير قرار قد يؤدي إلى كارثة في سوريا. فكان أن خرج بيان القمة متماشيا إلى حد ما مع الإرادة الشعبية السورية. وفي التفاصيل نجد أن بيان القمة سجل نجاحاً للدبلوماسية الروسية، المتمثل بأن يكون مؤتمر جنيف 2 هو المرجعية الوحيدة لحل الأزمة السورية، وهو ما توافق عليه الجميع ودعوا إلى عقد المؤتمر بأسرع وقت، إضافة إلى إجماع الدول الثمانية على ضرورة تدمير المنظمات المرتبطة بالقاعدة. في المقابل أكد بوتين خلال المؤتمر الصحفي الختامي أن تسليح المعارضة السورية سيؤدي فقط إلى استفحال الأزمة، ولا يمكن وقف سفك الدماء في سوريا إلا بالطرق السياسية. إنه لا يمكن وقف سفك الدماء في سوريا إلا بالطرق السياسية، وإن أي قرارات بتسليح المعارضة السورية تعتمد على اتهامات غير مؤكدة بحق الحكومة السورية في استخدام الأسلحة الكيميائية لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأزمة. التأثير الروسي كان حاضراً بقوة في القمة، وهو ما دفع فرنسا على لسان رئيسها المتلهف لتدخل عسكري في سوريا إلى الإقرار بضرورة مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2، معتبراً أن المؤتمر أمر ضروري حسب تعبيره. مؤتمر جنيف هو نقطة الانتقال لحل سياسي، وعلى المعارضة الحضور حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية الجلوس إلى طاولة التفاوض. التوصل إلى اتفاق لم يكن أمرا سهلا، لكن المحادثات كانت صريحة بين القادة. يومان من المحادثات الشاقة استطاع خلالها بوتين الوقوف بوجه قوى تحمل صفة الكبرى بصلابة، ما أجبر هؤلاء على تغيير لهجتهم تجاه سوريا وسبل حل الأزمة التي تورط ويتورط عدد كبير من هذه الدول في إذكاء نارها. اختتم في دمشق الحزب السوري القومي الاجتماعي في سوريا مؤتمره العام الأول بحضور العديد من الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية السورية وعدد من الفصائل الفلسطينية. رافضين للتدخل الأجنبي في بلادهم ومجددين للعهد مع الوطن،
ومتمسكين بالوحدة الوطنية، ولتكون سوريا وسوريا فقط غايتهم والوسيلة. اجتمع العديد من الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية السورية وعدد من الفصائل الفلسطينية، وذلك بدعوة من الحزب القومي السوري الاجتماعي، حيث أجمع الحضور على الوقوف جميعاً مع الدولة في وجه الإرهاب والإرهابيين ومتزعميهم ومموليهم، وأهمية الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى عنواناً لسوريا، ودعم الموقف والقضية السورية الوطنية العادلة المقاومة للهيمنة والاستكبار الدوليين. كل ما يزاع في الإعلام الوقائع على الأرض تكذبه، الذين قالوا أنهم سيسلحون المعارضة هم يسلحونها منذ سنتين وفشلوا فشلاً ذريعاً. الآن الشعب هو الذي يثبت الحقيقة على الأرض، ومؤتمر الثمانية الذي حدث منذ أيام والذي قال أنه لا بديل عن مؤتمر جنيف هو ضد كلمة التسليح وضد كلمة الحرب وضد كلمة إراقة الدماء. لذلك كل ما تسمعونه اليوم في الإعلام هو مناف للحقيقة، لأن سوريا بعد أكثر من 24 شهر أثبت شعبها وأثبتت واقعها أنها ستقاوم إلى آخر لحظة التفتيت والحرب الطائفية والمذهبية، وأن تركع اقتصاديا لهؤلاء الذين يريدون إركاعها. لذلك نرى أن سوريا الآن، وهذا المشهد يدل على الحقيقة، أنها لازالت سائرة في طريقها، وسيكون بإذن الله النصر هو حليف هذا الشعب السوري الكبير. ينشرون الفوضى والإرهاب ويفتكون في كل منشآتنا، ونواجه هذا كله بالانفتاح، برفع سوية حياتنا الديمقراطية، بقانون جديد للحريات الحزبية. نواجه هذا كله بمزيد من الالتفاف الشعبي. وهنا بالمناسبة أنا أنادي كل أحرار هذه الأمة، كل المسلمين الشرفاء، يأتوا الآن ليقفوا مع سوريا، ليقفوا يحملوا سلاحهم. شكراً لإعلامكم، لكلماتكم، ولكن الآن بحاجة إلى المواجهة المسلحة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. كما ثمن المجتمعون موقف الدول الصديقة الداعمة للشعب السوري وفي مقدمتها روسيا وإيران، واعتبروا أن ثبات مواقفهما مع سوريا سببه عدالة القضية السورية والحق الذي لا يمكن أن يزور أو يشوه مهما حاولت بعض الأدوات الإعلامية المأجورة. وأيضاً والأهم، قوة الجيش العربي السوري وانتصاراته المحقة. مثلما هي البديهيات والحقائق في الدنيا مسلم بصحتها، كذلك بديهي أن اجتماع والتقاء السوريين الوطنيين وأي حر محب لهذا البلد وتحاورهم وتشاورهم بالعقل الواعي والمنطق السليم لن يكون إلا لمصلحة سوريا وكرامتها. التقى وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد مجموعة من الشباب السوري في ندوة عقدت تحت عنوان التكفير في المجتمعات ونظرة الإسلام للتطرف، وذلك في مكتبة الأسد بدمشق. وتناولت الندوة أسباب التطرف الديني ونتائجه السلبية على المجتمع ودور الشباب في نشر الوعي المضاد للتطرف والتكفير. المكان مكتبة الأسد بدمشق. الزمان ظهر 19 من حزيران. الهدف لقاء جمع وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد ومجموعة من علماء الدين مع مجموعة من الشباب السوري بالتعاون مع محافظة دمشق وفريق شباب دمشق التطوعي تحت شعار التكفير في المجتمعات ونظرة الإسلام للتطرف. وزير الأوقاف أكد خلال اللقاء على أهمية ودور الشباب في المجتمع ووجوب توعيته ليربو على الهجمة الشرسة التي تستهدفه باسم الدين الإسلامي الحنيف المتسامح الذي لا يتضمن إباحة الدماء والقتل والتخريب والتدمير، رافضا كل فتاوى التكفير ودعوات الجهاد الباطلة ضد الوطن. هل أنتم يا علماء اجتمعتم وقلتم اتصلتم بوزير الأوقاف أو بالمفتي
أو برحمه الله الدكتور البوطي سابقاً أو الدكتور توفيق لاحقاً الآن، وقلتم نحن علماء ولدينا التباس ولدينا اشتباه بأن كذا وكذا وأن الشيعة يعملون وأن ولدينا التباس، ونحن سنأتي إليكم في دمشق لنتحاور معكم ولنصلح ذات البين، وقلنا لكم لا. البيت الأسود أطلق التصريحات بتسليح الإرهاب والتطرف والقاعدة وجبهة النصرة في سوريا. بعد ذلك بدأت كل النغمات تنساق وفق هذه المعطيات. إذن صدر الأمر الإلهي الأمريكي، صدر هذا الأمر، فجاءت الفتوى متناسقة، وجاء بعدها بيوم محمد مرسي ليعطي الرؤية الإخوانية. مصر ما كانت إخوانية في يوم من الأيام. مصر يا عبد الناصر، مصر ما عهدناها وما كانت، وشعب مصر لن يقبل بهذه الفتاوى التحريضية. كما أكد المشاركون على ضرورة هذه اللقاءات واستمراريتها لما لها من دور أساسي وفاعل في حماية المجتمع. نحن نعول المستقبل والأمل والعمل هو مناط الشباب. هذا اللقاء مهم جدا، لأن الشباب هم الذين سيعملون، وعلى أكتافهم سنحاول درء المخاطر وردم الهوى، وخصوصا ما يتعلق بالفتنة الطائفية المذهبية المقيتة التي أرادوها وأشعلوها من خلال فتاويهم وفتاوي التكفير وفتاوي القتل وفتاوي الدم. لن يقف أمامها إلا الشباب. لقد كسر القيد وعاد الوطن لأبنائه، وعادت جسور الثقة لينتصر الحق مجددا على الباطل. سوريا اليوم تتحاور بموقف العز، موقف الكرامة، موقف الكلمة، موقف المقاومة الوطنية الشعبية، لأن الشعب السوري انتصر بإرادته ليسقط الرهان، مثبتا للعالم أجمع أن قوة الحق أقوى من قوة غطرسة لقوة غاشمة. لذلك كان هناك فشل استراتيجي وحيرة وارتباك وتغير في المواقف، فوقع الخصم بين حيرة الكلفة وبين حيرة النتائج المرتقبة وبين الأرواح البريئة التي أزهقت بشعارات تضليلية للأسف صدرت عن فتاوى من مشايخ تدعي القرآن الكريم ولكنها تحرض على الفتنة. احنا اطلقنا منتدى الشباب السوري، هي كانت الفكرة من بدايات الأزمة انه يكون في منتدى بين مواطن ومسؤول، والمواطن بشكل خاص شريحة الشباب السوري اللي تقعد مع المسؤول لتسأله شو قدمت وزارتك مشاريع تخص الشباب، تخص هذه الشريحة، او شو قدمت مؤسستك، او شو الخطة اللي حاطينها للعام القادم بما يخص هذه الشريحة من الشباب بشكل خاص. ولكن الشيء اللي عم نشوفه وعم يتسارع بكثرة علماء الدين اللي عم يفتوا بالقتل والذبح والحروب الطائفية، واللي عم يطلعوا يخترعوا منابر كاذبة خارج حدود الجمهورية العربية السورية ليحللوا قتل مجموعة من الشعب السوري، فهذا الشيء خلانا شوي انه نشعر انه في فجوة بين الشباب ومشايخ وعلماء الدين. فقررنا نكون النصف العام هذا من المنتدى يكون لقاءات دورية كل 15 يوم بين الشباب السوري وأحد علماء الدين، ليطرحوا عليهم أي الشباب للعلماء ويصير فيه حوار ونقاش نوصل فيه لفكر نقطة معينة ممكن يكون الشاب تايف. لقاء وصفه المشاركون بالمثمر لما له من أثر طيب في تصحيح بعض المفاهيم الغريبة والدخيلة على مجتمعنا، ليتسنى للشباب البناء والتعمير لأنهم عماد المستقبل وأمل الوطن. التقى محافظو ريف دمشق عددا من الأسر الوافدة إلى مجمع إيواء قدسية بعد أن هجرتهم العصابات الإرهابية التي عاثت فسادا وإرهابا في مناطق سكنهم. هذا وجال المحافظ على عدد من مناطق الريف الدمشقي. منطقة الحدود السورية الأردنية احتضنهم الجيش العربي السوري. بعض الأهالي ممن اضطروا تحت ضغط المسلحين وسطوة سلاحهم أن يذهبوا باتجاه مخيم الزعتري. القوات الأردنية لم تسمح لهم بالدخول وأطلقت عليهم النار، والإرهابيون لم يتركوهم وشأنهم، فصار بينهم مصابون وجرحى، نساء وأطفال وأشخاص عزل. حماهم الجيش العربي السوري وحملهم إلى مركز إيواء في ضاحية قدسية لحمايتهم ورعايتهم. ولأنهم مواطنون من سوريا ويحق لهم الاحتماء بجيشهم وبدولتهم، سارع محافظ ريف دمشق إلى زيارتهم في مركز إيواء ضاحية قدسية للإطمئنان على أوضاعهم وتلبية أي احتياجات لديهم. اللي شفتوه هلا مثل ما شفتوه أنه كانوا للأسف من مما تعرضوا إليه بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة
هربوا باتجاه الحدود الأردنية ليلتحقوا بمخيم الزعتري، وبقوا على الحدود أكثر من 3 إلى 4 أيام. كان في بيناتهم مصابين وجرحى من إطلاق النار عليهم من الجانب الأردني على الحدود، والحمد لله أسعفوا وتقدمت لهم العناية الطبية. أطلقوا علينا النار وقالوا لنا أنه رجعوا وما رضوا يفوتونا. رحنا على الأردن وما استقبلونا، حطونا على الحدود ضلينا 3 أيام، وبعدين رجعونا قال ما في فوتة. رحنا على الزعتري، هل بيقولوا الزعتري على الأردن؟ إيه، ما قلنا لهم نفوت نفوتونا، ما خلونا نفوت، زتونا على الساتر وراحوا. صاروا كل ما فوتنا بدنا نفوت على هذا يقوسوا علينا. آخر وجبة جتنا من مخيم الزعتري، وهدول كانوا دروع بشرية للأردنيين بحيث إنه يدخلوا سلاح من الأردن لسوريا، وجبوا برعاية من السيد المحافظ، دخلوا على هالبلد وإجوا لعنا لهون على المجمع وطلقوا كل الرعاية والاهتمام. واستكمالاً لرعاية الدولة لمواطنيها، استكمل المحافظ وحشد مرافق جولتهم في بعض مناطق الريف الدمشقي، من ضاحية قدسية إلى جديدة عرطوز، وزيارة لمقر البلدية ومركز الهاتف والمركز الصحي، وجولة سيراً على الأقدام في السوق، ولقاء مع المواطنين للاستماع إلى شكاويهم. وأنا كتير يعني مرتاح لرؤية الحياة النشطة بجديدة، وفي متابعة العاملة بالوحدة الإدارية هون، ومثل ما شايفين الحمد لله الشعب هو الأصل، شعب أهل جديدي هن أصل الموضوع. بعض الأهالي اشتكى من الغلاء وتلاعب بعض المحلات، والبعض الآخر اشتكى من فقدان لبعض المواد، وتم الوعد بحل سريع وفعال. أولا نحن عنا دوريات حماية المستهلك بتقوم على مطابقة الأسعار الموجودة على الواقع مع النشرة التأشيرية والأسعار المحددة وفق القانون، والفارق هو مخالفة بيتم تنظيم الضبوط الأصولية وإحالتها للقضاء ومعالجتها. في ختام الجولة زيارة إلى مقر بلدية عرطوز، وبعض اللقاءات مع الموظفين والمواطنين للاطلاع على سير العمل في تنفيذ معاملات المواطنين. تواجد المسؤولين على الأرض وبين الناس إنما يعبر عن سعي لدى الدولة السورية لتكون قريبة من المواطن، قريبة من حياته ومعيشته، تشاركه همومه وتحل ما أمكن من مشاكله، في ظل أزمة كانت وما زالت تستهدف المواطن قبل كل شيء. أفادت تقارير صحفية بأن ما لا يقل عن 12 منظمة إسرائيلية متطرفة تعمل بكل طاقاتها على بناء الهيكل الثالث على أنقاض الحرم القدسي الشريف في ظل تواطؤ وعجز وصمت عربي. ولم يعد هذا الموضوع الخطير يقتصر على مناصري هذه المنظمات، فقد كشفت مصادر مطلعة أن هذا التوجه امتد إلى الكنيسة الإسرائيلية، وهناك كثيرون من أعضائها يسعون جنبا إلى جنب مع هذه المنظمات لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف وأعطاء حرية أكبر بدخول اليهود إلى منطقة الحرم والصلاة فيه. وتقول المصادر إن هناك جزءا كبيرا من هذه المنظمات تمول بشكل رسمي من الدوائر الحكومية المختلفة تحت بنود متعددة في الميزانيات كبندي الثقافة والتعليم. في مصر استقال وزير السياحة هشام زعزوع من منصبه احتجاجا على تعيين محافظ جديد لمحافظة الأقصر جنوب البلاد ينتمي إلى ما يسمى الجماعة الإسلامية، وذلك في سياق محاولات الرئيس المصري محمد مرسي وجماعته من الإخوان المسلمين استكمال الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة. يضيف إلى طينه بلة، الرئيس المرتبك على أطلال ربيع سيبتلع طغيانه. محمد مرسي يعيد إلى الأقصر ذكرى مذبحتها بتعيين المجرم محافظاً ليؤدي عادل محمد الخياط اليمين الدستوري، تائباً على حد قوله وغاسلاً يديه من دماء 59 سائحاً قدوا بهجوم إرهابي قام به مجموعة من الإخوان المسلمين. أكدت المصادر أن الخياط كان من ضمن هذه المجموعة، وهناك من تحدث على أنه كان أميرها.
سنة 97 كان أمير الجماعة الإسلامية التي وجهت وأصدرت أوامر بمذبحة الأقصى، فشعب الأقصى لا ينسى الإساءة. قرار مرسي بتعيين الخياط أثار غضب الشارع في محافظة الأقصر، وخرجوا معتصمين أمام مبنى ديوان المحافظة التاريخية التي تسعى لرفع بورصتها السياحية بعد أن تسبب هجوم الإخوان والمذبحة التي قاموا بها منذ أكثر من 16 عاماً بشل الحركة السياحية فيها وشل العلاقات المصرية أيضاً مع بعض البلدان الغربية ومنها سويسرا التي خسرت 36 من مواطنيها الذين اختاروا مصر للسياحة حينها، وغرف التجارة السياحية قادت حملة الاحتجاج ضد المحافظ السفاح كما وصفوه، والذي أثار قرار تعيينه استياء كل روافد السياحة المصرية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، ليصل الاحتجاج درجة المقاطعة السياحية للأقصر ومصر بشكل عام. قيل والعهد على الراوي أنه هو شخصيا قد شارك في هذه الجريمة، بغض النظر هو عضو في الجماعة الإسلامية التي ارتكبت هذه الجريمة، وهو مسؤول بالتضامن مع كل مرتكبي هذه الجريمة لمجرد انتمائه لهذه الجماعة. فهل المطلوب أن أذكر العالم بهذه الجريمة البشعة التي ارتكبت سنة 1997؟ من جهتهم الإخوان أعلنوا التوبة في وجه اعتراض الأقصر على تعيين الخياط، واستبدلوا الحجة بأن الجماعة ستحسن من سلوكها وما مضى من طبعها العنيف وجرائمها قد مضى، والإخوان اليوم هم أولاد الربيع العربي ونتاجه. تمت مراجعات فكرية، تبرأوا تماما من الأفكار التي كانوا يؤمنوا بها، ثم اندمجوا في العمل السياسي بشكل كامل بشكل كامل، وبالتالي يستحيل إطلاقا أن أنا أستبعد تفاصيل للباك جراوند بتاعه، التاريخ بتاعه كان سيء قبل كده. مرسي يقسم ظهره بشعرة تعيين الخياط في الأقصر التي يتزامن احتجاج أهلها مع احتجاجات أخرى في محافظة الغربية واشتباكات بين المعارضين لمرسي والجماعة، فأين سيجد السيمرسي الشماعة؟ وأين سيعلق نفسه وقد قاربت أرجل كرسيه الأربعة على الانهيار؟ منغمسا مرة أخرى في وحل الغرور والاستعلاء على كلمة الشعب، تباهى رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بأن المؤامرة ضد حكومته أحبطت، معتبرا أن تجمع من أتوا إلى استقباله في إحدى ساحات أنقرة يلغي آراء مئات الآلاف الذين خرجوا في مدن عدة منددين به وبسياسة حكومته، وأنه دليل على رفض الشعب للاستفزازات التي تقوم بها بعض الجهات في أنقرة أو اسطنبول حسب قوله. إلى ذلك شنت قوات الأمن التركية حملات اعتقالات واسعة في مدن اسطنبول وكولاجي وأنقرة وأسك شهير، تم خلالها اعتقال العديد من المواطنين. لأن الديمقراطية في نظر أردوغان تعني تمجيده والتصفيق لما يقول ويفعل، وككل مرة منذ بداية الاحتجاجات يطل متهما معارضيه بالتآمر ضده والتعاون مع الإعلام الخارجي لتشويه صورة حقيقة ما يحصل في تركيا، وفي انفصال تام عن الواقع يعود ليطل علينا ليقول إن المؤامرة ضد حكومته أحبطت، متناسيا تعرض آلاف المحتجين السلميين على دكتاتوريته في اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن لعنف مفرط من شرطته تسببت بسقوط قتلى وإصابة واعتقال الآلاف. ميدانيا قوات الأمن التركية شنت حملات اعتقال واسعة في مدن اسطنبول وكوجائيلي وأنقرة، واعتقلت العديد من المواطنين بتهمة إلحاق الأضرار بالمباني العامة في منتزه جيزي وتحريض الشعب على التمرد. صحيفة ميلت ذكرت أن شعبة مديرية مكافحة الإرهاب في مديرية أمن اسطنبول اعتقلت 57 شخصا خلال 24 ساعة في مداهمة مكاتب الحزب الاشتراكي من أجل المضطهدين. وحدات شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة اعتقلت 25 شخصا بتهمة تنظيم مظاهرات والاعتداء على رجال الشرطة، واعتقلت 13 شخصا في مدينة إسكي شهير حاولوا إغلاق الطريق احتجاجا على أحداث منتزه جيزي.
صحيفة جمهوريات ذكرت أن الجهات المختصة تعرض الأطفال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية للتحقيق بشكل قسري، وتقوم بتسجيل أرقام هوياتهم استعدادا لأرشفة معلومات بحقهم بشكل يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية. وفي ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات في تركيا وطريقة تعامل أردوغان وحكومته معها، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون قال إنه ينبغي احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في شكل تام. نشرتنا انتهت، ولم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. بواسل الوطن يقهرون الإرهاب ويطهرون الأرض من رجسهم. انتصارات الجيش السوري تغير المعادلات الدولية، ودول الثمان متفقة على الحل السلمي. ومصر تنتفض ضد أخوانة محافظيها، وأردوغان يتخبط على وقع غضب شارعه. ختام النشرة، إلى اللقاء.